نعمل الصورة الصورة المبهجة ونعمل الموضوع ونعمل التقارير ونعمل الشغل ونبقى موجودين في كل حدث وننقل وانتوا الحقيقة بتنقلونا في أحداث كتيرة جدا طول الوقت الناس متخيلة للإعلام ده مجرد استوديو أنت بتطلعي منه وكاميرات بتصور وخلاص ما تعرفش اللي ما وراء هذا في تقنيات حديثة في ترددات في اسلوب بس جديد في محتوى في أشياء في عاملين كل الاشياء دي بتجتمع عشان تطلع الصوره اللي في الاخر اللي بنتكلم كلنا عليها والمحتوى اللي بيبقى فاصل ما بين القنوات والاخرى والتنافسيه اللي موجوده. طيب فاحنا هنرجع ان المخصص كما هو من 2011 <applause> واحنا بقينا في 2022. بالظبط. طيب احنا بالنسبه للمخصص ال 220 وفي ظل الزيادات وتعويم الجنيه واحنا كافه الاجهزه والتقنيات كلها كلها خارجية يعني أنت بتضطر تتعاملي بالدولار وكل يوم في زيادات وفي ظل الأزمات اللي بتبقى موجودة وأزمة كورونا كمان الدنيا مش مبشرة كانت م. لكن برضو تخطينا المراحل الصعبة دي نرجع لأزمة العاملين الكوزية دي مهمة جدا إحنا معاهم قلبا وقالبا غضبوا ليه؟ يعني إيه الغضب اللي, اللي, اللي وصل الناس لهذه الحالة؟ بصي أنا هقولك هو مش غضب على قد ما هم نفسهم المبنى يقوم مم. وهم عارفين المبنى ده واهميته مم. فهو مش غضب وفي نفس الوقت احنا بنتكلم احنا بندينهم كافة الحقوق بتاعتهم المشروع اللي انت تتنفس وتعبر عن نفسك واحنا معاك صحيح اولا ده حقه مم. والحق انا كان عندي في الاساس اللي انا لازم اثبته له كصك ملكية احنا بنتكلم عليه متواجد معاه يتحقق في اي وقت بتشال في الخزنه بتاعته تمام لكن هنا ده الجزء اللي احنا المفروض بنقوم بيه من ناحيته مش قادرين م. نوافي بالالتزام بس الالتزام يبقى مكتوب وموجود م. فضمننا كافه الحقوق الخاصه بيه من علاوات وتسويات وترقيات كل الاشياء من هذا القبيل م. لكن لما تيجي تبص ليها شمعنا في التوقيتات اللي احنا موجودين فيها دلوقتي <applause> إحنا كنا بنوفي بأجزاء كتيرة كانت في الأيام السابقة <applause> وما كانش دي مشكلة كبيرة آه ما كانتش ماشية بصورة مستمرية بس كنا بنحاول على قد ما بنقدر وهو صراحة في الأول وفي الآخر هو صابر عليك ده كيان الدولة <applause> وهم ما تتخيليش بيحبوا كيان الدولة إزاي هم بيشتغلوا في أهم صرح موجود طبعًا فيه طبعًا. صرح الإعلامي والعملين في مسبيرو طول عمرهم الحقيقة هم اكتر ناس بيتحملوا لان هم اللي بيصبروا الناس على هم الشاشات هم متحملين المسؤوليه اه بيتحملوا المسؤوليه وبي وبيشتغل كتير وبيتعب